أهلا بكم مشاهدينا مع نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. والبداية بالعناوين: أدنوك ترسي عقدا ب 400 مليون دولار تقريبا لتوريد معدات أساسية لمشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في الرويس. شراكة بين بروج للبتروكيماويات وتدوير لاكتشاف الفرص في مجال إعادة التدوير بأبوظبي. تسارع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في سبتمبر مع وصول الطلبيات الجديدة لأسرع معدل في 4 سنوات. أهلا بكم. أرست أدنوك اليوم عقدا بقيمة 400 مليون دولار تقريبا على شركة نوفو بيج. مشاهدينا، المزيد من الأخبار الاقتصادية تأتيكم بعد فاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى أخبار الاقتصاد. برعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي يجري في قصر الإمارات الآن إطلاق فعاليات حياكم في أبوظبي. وصلنا لختام أخبار الاقتصاد، شكرا لكم وإلى اللقاء.